السلام عليكم. هذه درتها في نهار 5 جونفي 2005. هذه علبة هي افام الإذاعة افام تاع وهران من كانت القناة 90.5. هذه نقول فيها ذاك النهار المعلوم كان عندنا ملتقى بالذات في الإذاعة الباهية وهران، كنا غادي نهضروا على الحالة كي راهي دايرة في البلاد، على بالكم فيها الاجتماعي الثقافي العلمي السياسي هذه باينه. بصح كنت خايف شوية، قلت أنا معليش نزير روحي نكون راجل ما نكونش مريض. دخلنا قاع وجمعنا كما صار تخرخيش تاع الميكرو، دهشت شوية، زادوا لصقوا لي واحد في رقبتي فمي نشف وزاد الضوء الأحمر on the air كمل عليا. هدرت مع روحي قلت معليش أنا قاري، قريت بكري في حمو بوتليليس الثانوية وفي لي بالمي، وعندي شهادة من بومرداس في 82، قريت عند الماريكان الإلكترونيك وشهادة في الإنجليزية. هنا وأنا نكتب صون البورتابل نتاعي نوكيا، عيطت لي زوجتي الغالية باش نجيب لها البسباس ديرو في الزيتون اللي جابوا لي بندهبة خويا. رانا في استديو إذاعة وهران القناة القديمة 90.5 ميجاهرتز على الأثير، ومن ظهري السؤال الأول اللي جابيه المخرج جافية، قلبي بدا يضرب بالخف وقعدت غير نتحرك باش نتكالما شوية. السؤال يقول صحراوي نبيل واش تعرف عليه في مشواره هنايا؟ ركزت مليح رتبت وراحت عليا قاع الخلعة من قوة السؤال الطرفية، قريب نبكي. المرحوم كان يبغينا ونبغوه، سقسو ابتسام وكل طاقم الباهية، راجل خدام بزاف وما نجمش يحكم الريتم نتاع الناس العادية. نشهدو عليه غير يضحك وقلبه كبير وعند روحه في الأمور التقنية، كل نفس تذوق الموت والدوام لله السلطان، وحنا قاع نفناو ككل البشرية. واحد من اللي كانوا في المؤتمر ما يعرفش المرحوم شاف فيا قال لي انت بارك الله فيك بصح انا سبتو نبيل صحراوي انت الجية، ودرني هذا المخلوق. وكي خممت مليح بصح كاين صحراوي نبيل من الشرق، من الجية ولا من المية. المهم اليوم مع هذا الشبه تاع زوج ناس في الاسم ما يهمش مع المصالحة الوطنية، نسقسوا الرئيس العزيز يقول لكم كلنا جزائريين وكلنا اسلام، وسقسوا الشؤون الدينية. كاين في ذاك الوقت اللي مل وكره الناس وفي الحق كره السيرة نتاعهم، وهذه غير بلية. شاد لي بن جديد الرئيس راجل فحشوش يقول لكم كنت انا خايف من هذا البلياء، انا تعلمت حاجة احنا قاع نبغوا بعضنا بعض، راكم شتوا باب الواد الفيضان لقطات وقعد في التاريخ، الناس يجبدوا في كار داي والماء بالكوردة واحد ورا واحد، ونظن كانوا 60 70 ولا 100، كانوا مخلطين حماية مدنية جدرمية شعب بوليسية يجبدوا في الكار داي والماء وفيهم حتى أصحاب اللحية. ستوب.